السلام عليكم. في البداية كان نشكر اللاعبين اللي بكل صراحة قدموا واحد المقابلة في المستوى، كانوا واحد روح قتالية اللي كانوا متواجدين على رقعة الميدان باش يحققوا واحد النتيجة إيجابية. بكل صراحة كان علينا ضغط باش نحاولوا باش نرضيو الجمهور ديالنا، وفي نفس الوقت كنشكر الجمهور المحبوب اللي بكل صراحة اللي ساندنا من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 95. الحمد لله يعني جاء هذا الانتصار على فريق كبير، فريق الوداد، اللي كنا حنا عازمين باش ننتصروا في هذه المقابلة. بكل صراحة يعني اللاعبين اللي التمرجع ديالهم يعني حتى واحد تولي فن للفريق مع اللاعبين اللي موجودين اللي بكل صراحة حتى هما كانت عندهم رغبة باش يعطي واحد النتيجة. توليفة يعني كانت ما بين اللاعبين الجدد واللاعبين الأساسيين، فالحمد لله استطعنا نخرج بواحد النتيجة إيجابية في هذه المقابلة. كنظن يعني كما لاحظتم اللاعبين الجدد يعني كان عندهم واحد المردود مع الفريق بداية المقابلة ديالهم. كنظن بأن هذه بداية اللي حنا ان شاء الله غنزيدو نشتغلو، يعني هذا ماشي نهايه، يعني كبدايه غنزيدو نشتغلو، وان شاء الله نطلب الله سبحانه وتعالى نكونوا حسن الظن عند الجمهور والفريق بكامل. يعني هذا نقدر نجاوبك، ما نقولكش يعني لعبنا في المباراه اللي لعبوا هما كانوا شي كيقوموا واحد شويه ديال لا شونس اللي كان ما كانش معنا كان ضدنا. فكنظن بان هذه من الناحيه ديال اللاعبين كتلعب واحد المقابله ضد واحد الفريق يعني فريق عنده قيمه عنده اسم، يعني من خلال اللاعبين كيكون واحد الحماس، فديك الحماس اللي كنا كننتظروا يعني جات جمع الفريق الوداد البيضاوي. فكنتمنى الله يعني هاد ما يكونش هذا الحماس غير مع الوداد، يعني ان شاء الله نزيدوا نشوفوا نفوزوا في المقابله ان شاء الله الاتي. وهذه المشاركة الإفريقية يعني نقول لك كلمة واحدة، يعني مع الأسف الشديد يعني الفريق ما كانش متكامل، يعني لو كانوا العناصر اللي كانوا السنة الماضية والتجربة كنا غنخرجوا بواحد النتيجة إيجابية. هذا ما كيعنيش بأن القيمة ديال الفريق اتحاد طنجة يعني ما كايناش ولا ما كانتش في الأقصى الإفريقية تجربة، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يعني تكون عندنا واحد تجربة أخرى ونكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لاتحاد طنجة إن شاء الله في المباراة الأحد ضد الفتح المكي. شكرا.